هل تعلم من يأتي قريبا يحمل لك حبا وأمان؟ هل تعلم من ينزل ضيفا يزداد به قلبك إيمان؟ قد قربت أيام حلوله وتباد شهر القرآن، فتعالوا نفرح بقدومه ونقول ونقول هيا رمضان، ونقول مرحب رمضان. لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الأيام قبل أن يهل الشهر، وهي مواضع متعددة كلها تشوقنا إلى هذا الموسم المبارك، موسم العطاء الرباني والامتنان من المولى عز وجل للإنسان المقبل على الله عز وجل. ونحن في هذه الأيام نتشوق ونتشمم إلى الشهر المبارك، الشهر الفضيل الذي هو موسم للإقبال على الله، موسم للصلح مع الله عز وجل. ولذلك أفضل ما يبدأ به العبد المؤمن وأول ما يبدأ به هو تصحيح مقام التوبة. تصحيح مقام التوبة هو بالاستغفار والانكسار، وله أحوال وأنواع متعددة، يبدأ أولها بالعلم، وبعدها بالحال، وثالثها بالعمل. فأولها العلم، العلم بأن تعلم أنك عبد ضعيف، أن الشيطان يوسوس الإنسان ويخزيه من أجل أن يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما قال لنا المولى جل جلاله وتعالى عظمته: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. التوبة مسمار في جبين الشيطان. وموسم رمضان عندما يتأمل المتأمل في المساجد حين تمتلئ وترتفع أصوات التائبين وتعج إلى الله أصوات الخاشعين والمنيبين إلى الله، يفرح الإنسان. التوبة لها شأن عظيم، توصل العبد إلى مرتبة المحبوبية عند الله عز وجل. قال جل جلاله وتعالى عظمته: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا فضل التوبة وفتح لنا هذا المجال من أجل ألا نقنط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغوا السماء ثم تبتم لتاب عليكم. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا من فضل الله علينا أن فتح باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق أبدا إلا بصعود الروح إلى الحلقوم أثناء النزع للموت، وإما بطلوع الشمس من مغربها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من علامة الساعة الكبرى. ولذلك لو نتأمل في سير السابقين الذين اشتهروا بالصلاح، حتى كان بعضهم مشهورا والعياذ بالله بالفسق وقطع الطريق، كأمثال الفضيل بن عياض الذي لقب بعد ذلك بعابد الحرمين. ذات يوم أراد أن يتسلق جدارا ليسرق من بيت، فإذا هو بتال يتلو كتاب الله في من سورة الحديد، وإذا به يسمع آيات قوله جل جلاله وتعالت عظمته عند قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وإذا بالآيات دخلت إلى أعماق قلبه وتأملها وتدبرها وقال: الآن الآن. ثم نزل من هذا الجدار وتوجه، أراد الخروج من بغداد، رأى أناسا عند خربة فإذا بهم يتحدثون، كل أراد الخروج وذاك أراد الرجوع. لماذا؟ يخافون من هذا الرجل الفضيل بن عياض. فكشف عن لثامه وقال: لكم الأمان، أنا الفضيل بن عياض، قد تبت إلى الله. ومشى من داخل مكة، من داخل بغداد إلى داخل مكة، وتوجه إلى الله وتاب إلى الله ولقب بعابد الحرمين. ولذلك حتى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، امرأة، المرأة الغامدية، عندما زنت جاءت تتوب إلى الله وأحست بالذنب،
فقال صلى الله عليه وسلم بعد حوار طويل معها واستمرت وهي صادقة بالتوبة إلى الله عز وجل، فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن ترجم هذه المرأة بعد أن أثبت عليها هذه الجريمة. فأحد الذين يرجمونها جاء قليلا من الدم إلى ثوبه فسبها وفي رواية لعنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مه، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ولذلك التوبة مهمة لنا خصوصا لمقدم هذا الشهر الفضيل، نتوب إلى الله من القطيعة الرحم، من العقوق، من سائر المعاصي، لكي يكون القبول من الله عز وجل لنا، ونتأمل سير الصالحين وسير السابقين، ونلتزم بشروط التوبة. ومن الأمور التي تجدد التوبة للإنسان كثرة الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. وشروط التوبة كما يعرفها الكثير الندم على ما كان من الذنوب والمعاصي وعدم العود، وكثرة الاستغفار والانطراح بين يدي الله عز وجل. فالمولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل يفرح من توبة العبد، من عودته، من أوبته، ولذلك وجب علينا الرجوع إلى الله. نسأل الله أن يوفقنا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام، ويبارك لنا في بقية شعبان، ويبلغنا رمضان، ويعيننا على الصيام والقيام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل تعلم من يأتي قريبا يحمل لك حبا وأمان؟ هل تعلم من ينزل ضيفا يزداد به قلبك إيمان؟ قد قربت أيام حلوله وتبادى شهر القرآن، فتعالوا نفرح بقدومه ونقول 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 في رمضان نكون جميعا ونعيش عيش الإحسان، أمتنا واحدة دوما ورجانا الملك ديان، نكون جميعا ونعيش عيش الإحسان، واحدة دوما ورجانا الملك ديان، فتعالوا نفرح بقلوبنا.